إذن مشاهدينا الكرام، في هذه اللحظات حملة أمنية مكثفة بالعديد من الدوائر الأمنية مدينة الدار البيضاء، وخصوصا منطقة مولاي رشيد. كيف ما كتشوفوا معنا توقيف القاصرين اللي باغيين يمشيو للتيران واللي ما عندهمش تيكي واللي كيطلعوا في الطوبيس بلا ما يخلصوا. في هذه اللحظات راه كتشوفوا معنا راه جابوهم على متن يعني حافلة ديال النقل العمومي، وغيقوموا يعني بنقلهم الى الدائره الامنيه من اجل يعني اخذ الاجراءات اللازمه. اذا دائما تنقول لكم راقبوا وليداتكم، راقبوهم، راقبوا الوليدات ديالكم، شوفوهم فين غاديين، مع من غاديين، فين تيمشيو. القاصرين ما يمشيوش للتيران بوحديتهم، راه كيوقعوا مشاكل عباد الله. الله يجازيكم بخير لما راقبوا الوليدات ديالكم، ما تبقاوش تصيفطوا القاصرين يمشيو للتيرانات بوحدهم، راه كيركبوا في الطوبيسات وما تيخلصوش، وكيديروا يعني الحق خسائر ماديه، ورجال الامن راه تبارك الله عليهم دايرين الخدمه ديالهم وكيقوموا بواحد المجهود. ولكن حتى حنا كامهات وكاباء نحاولوا اننا نعاونوا هذوك الناس، نحاولوا اننا نساعدوهم بالتربيه، ونحاولوا اننا نعاونوهم بالتوعيه. اذا اليوم كيف ما كنعرفوا كاين واحد الماتش اللي هو جد مهم، اللي غيجمع ما بين النادي الاهلي وما بين الرجاء العالمي، اللي كنتمناو ليه التاهل والتوفيق بطبيعه الحال. اذا مجموعه من القاصرين يتم الان نقلهم الى الدائره الامنيه، ورجال الامن مشكورين تبارك الله عليهم على الخدمه اللي كيقوموا بها، مجهودات جباره. انت ما تاخذ سلامتك، ايش معاك فيديو اللي غادي نتليفون. إذن مشاهدينا الكرام، مجهودات جبارة كيقوموا بها رجال الأمن، لا في الدوائر الأمنية ولا في يعني أيضا في التيران. تنشوفوا الترتيبات الأمنية، الترتيبات الأمنية واللي كيشرف عليها السيد والي أمن مدينة الدار البيضاء شخصيا، تيشرف على الترتيبات الأمنية بنفسه. شفناه البارح في الماتش ديال الوداد وسيمبا التنزاني، لأن السيد والي أمن مدينة الدار البيضاء بنفسه كيشرف على الترتيبات الأمنية، وخصوصا بخصوص القاصرين اللي كيمشيو للتيران بلا والديهم، ولا اللي ما عندهمش تيكي، أو اللي عندهم تذاكر مزورة. اليوم كنعرفوا أن كاين واحد الماتش مهم جدا، يعني حتى الحافلات ديال النقل راهما تيقوموا بواحد الدور، أنهم كيكون واحد التعاون بينهم وبين رجال الأمن. أي قاصر شافوا راكب وما خلص التيكي ديالو راه كيجيبوه للدوائر الأمنية وكينسقوا مع رجال الأمن، واش أنهم كيديروا معاهم الخدمة، تتصلوا بالوالدين ديالهم وبالعائلات ديالهم باش كيحضروا لعين المكان. إذا مجهودات جبارة يقوموا بها رجال الأمن. خصوصا في مثل هاد الماتشات هادو كنقول لهم تبارك الله عليهم. مشاهدينا الكرام، غنختموا معكم ونقول لكم إلى اللقاء في بث آخر بإذن الله.